صباح الخير عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، صحة لاباس؟ بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غنبدا معكم بالعجينة. باقا الروينة هي قاعد نوريكم هي الاولى، غنبدا بها باش تخمر على خاطر عاد دوز. هانتوما ما تخلعوش هادو السطولة ديال الطحين، صافي تقاد ليا. انا مكن نجيبش الطحين حتى كيسالي، تقاد ليا داك الطحين الكامل والطحين العادي القمح العادي. و ما نقولش لكم على الروينه، خلو داك الشجم البارك. المهم بدا بالعجينه ونشارك، وغادي نخرج ان شاء الله منين نسالي غادي نخرج لعند المغربي. احنا كنقولوا له المغربي. نمشي عند المغربي نجيب الطحين ولا المهم انا نشارك معكم لقطات من كل حاجه. بسم الله نبداو بالعجينه. انتم العجينه كي تشوفوا عندي راه درت فيها كاع النخاله وكل شيء اللي بقى عندي ديال الطحين درته فيها، النخاله وداك الشيء يعني ما بقاش عندي، بقى عندي شويه النخاله ولكن داك الشيء الاخر ما كملش. المهم جمعت فيها كل شيء ونديرو خبيزات. صافي هنا ما كندلكوش وغادي ندير عليه شويه ديال هذاك كيف التشعير من الفوق. صافي وغادي نغطيه ونخليه تيخمر ونقرصو ونطيبو. المهم انا نغطيه بلاصتي حتى كيخمر وصافي. وكنعاودو راه انا ما درتش العجانه وما كن ولا درتو بيديا ما كندلكوش. صافي ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ها هو يخمر كي تتشوفو ما شاء الله، ندوز نقرصو والروينه نحيدها، بقاتي شي العيبات نتسناهم تيتسقطرو باش نحيد هذيك الروينه كامله كي تشوفوا. ايوا صافي يعني ان شاء الله نقرص الخبز ونطيبه ونخرج نقضي شويه نقضي ونشارك معكم اللقطات كاملين. صافي هنا ها هو الخبز طيبته باش نخرج للماراطون. ها نتوما تشوفوا كي تيجي، راه من انا درت ليه هرت. ها نتوما راه باقي سخون، شفتوا الخبز والشعير ما نقولش ليكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه. جيت عند الجزار سمعوا كنجيح، حيدت عليا حويجي، جبت معايا هانتوما هذا القزبر الماراطون. صافي جبت معايا القزبر، ما عرفتش واش غادي ندير مع دركن الوقت. هادي 10:30، يلا نطيب الغدا حيت بغيت نخرج مع 11:30. ها هو القزبر، حنا تنجيبو هادشي من عند الجزار. جبت النعناع، كاين هي شرق النعناع ريحتو زوين. جبت النعناع ولقيت عنده الملوخيه، قلت بعدا فكره ندير الملوخيه طيب هاهي راه غادي نطيب هاد الملوخيه زوينه صغيوره وملقيه. وشتاج عندنا عندي اللحم في البقر ولكن شت لها الحيمات تاع الغلمي، جبت غير شويه ما عندي اللحم تاع البقري في الكونجيلاتور، جبت هذا شويه غادي نطيبو. وجبت هاد الكيسان تاع الميكا من واحد من سوبر مارشي وجبت دونتيفريس، هذا زوين تديرو في الطواليت في الليل تبيتو فيها والصبح عرفتو تتخويو غير الماء تترجع تتبري. يلاه نكملو مع بعضيات. صافي هنا شديت الطواجين درت فيه شويه داك الحيمات كي تتشوفو، ودرت فيه القزبر والمعدنوس شويه البصله وشويه الثومه والكركم والبزار وسكينجبير. هادشي اللي درت فيه، ودرت فيه واحد شويه الزيت واحد شويه الماء. غادي نخليه حتى يتقلى مزيان ونمرقو حتى يقرب يطيب اللحم ونديرو الملوخيه. هادي نصيب الزربه.
صافي هنايا انا طابول الحماد درت هنايا، انا ما كنديرش مطاشه في الملوخيه. المهم اللي بغى يدير داك الشيء، كل واحد راه ماشي جديده على اللي بغى يطيب الملوخيه، اللي بغى يدير شي حاجه راه كيديرها. انا فكره، المهم هنا درت رميت الملوخيه، درت فليفله حاره، ودرت فوقها داك شويه من داك القزبر اللي طحنت باقي طري. صافي غنخليها تطيب على خطره. وهنا غادي نشارك معكم واحد الشيفلور بالبيض، تيجي هائل وتيجي رائع معانا. غادي نخلي الطاجين اللي جابو يحط منه، انا خارجه مع الوحده ونص، يعني ما غاديش ندرك. الله ما درت لي هادي هنا، يعني عندي مطيشه والقزبر، ودرت هنا شويه تاع الزيت. هنايا سلقت شويه الشيفلور، هذه الفروته اللي قطعت معاكم غادي نديرها في الثلاجه، حيت غادي انا كتكال ليا هكا على ما كتكال ليا صحيحه، بالي داكشي بدا يخسر. وغادي ندير معاه هذا سلقته باش ينزر بيه دغيا، غندير معاه هاد مع هاد النقيله. غادي ندير ثومه بودره، وغادي ندير البزار، والفلفله حاره اختياريه اللي بغاها يديرها واللي ما بغاهاش على خاطره. صافي هنا بعد ما تقلات لينا هذيك مطاشه يتشرب شويه، غادي ندير داك الشيفلور، ما ديروش فيها الماء. غادي ندير داك الشيفلور ونحركو بشويه باش ما يتهرش، واللي بغى يدير دقدقو راه يدقدقو. صافي نخليه يتشرب هاد المقيله، صافي وغادي ندير عليه البيض. هتيجي لذيذ، نتمنى ان شاء الله تجربو، تيجي بهاد الطريقه زوين. والشيفلور ما كيتكاش من غير المرقه ولا ديك الشليده داك زعلوك ديالو. والله ما هادي وصفه نيت وتعجب حتى الوليدات، عرفتوا البيض تعجب الوليدات. صافي هنا هاد المقيله غندير عليها البيض، انا درتو بهاد الطريقه اللي بيديرو صحيح يديرو، المهم تبقى اختياري اللي باش شي حاجه كيديرها يديرها. درت لي هكا باش دغيا يطيب، ما غاديش يعطلني. ايوا صافي صافي هنا حتى لهنا وسلا الروتين. ها هو يا الطاجين طاب، طفيت عليه المقيله العجيبه تاع الشيفلور والبيض، تجي هائله. نتمنى ان شاء الله تجربوها. والخبيز اللي شاركت معاكم، ولي فخوي اللي دار ديك الفروته اللي قطعت لهم اللي درت في الثلاجه، ما غاديش يبقى ليا الوقت في نصور كل شيء. المهم هاني شاركت معاكم روتيني ديال هذا الصباح الماراثون، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم، وما تنسونيش من الدعم ومن الاشتراك في القناه. المهم نتمنى ان شاء الله تجربوا الملوخيه، راه كلشي كيديرها، وهذه التهادي اللي اول مره يديرها يجربها، راه كتجي رائعه. وشكرا لكم بزاف بزاف.